الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ هذه المحاضرة بأبيات قالها عبد الوهاب المالكي يوم فارق بغداد: سلام على بغداد وحق لها مني سلام مضاعف، والله ما فارقتها عن قلا، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها نأت علي بكلكلها ولم تكن الأحوال بها تساعف، فكانت كمثل خل كنت أهوى دنوه وهو ينأى عني ويخالف. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وسلام مضاعف لأخي وصديقي العلامة الكبير المحقق والروائي والباحث الأستاذ الدكتور يوسف زيدان على إتاحة هذه الفرصة لي لألتقي بهذا الجمع المبارك. وأول ما أبدأ به فأقول إن بغداد أو إن تواريخ المدن فن من الفنون التي عرفها العرب المسلمون وأكثر منها. وتواريخ المدن عند العرب تنقسم إلى نوعين: نوع عادة يهتم بخطط المدينة، ونوع آخر يعنى بتراجم علمائها. وكلنا يعرف أن النوع الأول كان سابقا الذي يعنى بخطط المدينة، فنحن نعلم أن هناك من الكتب من أو من الكتاب من ألف في تواريخ البصرة وتاريخ الكوفة وتواريخ واسط لبحشل، وكلنا يعرف أن هناك تاريخ المدينة لابن زبالة متوفى 381 ولغيره من الكبار، وتاريخ لبغداد لأبي طاهر طيفور. ولكن القسم الأكبر من هذه التواريخ كانت تعنى بتواريخ النخبة، أي تواريخ العلماء. وسنأتي وسنركز في محاضرتنا هذا على هذا النوع من التاريخ. وقد سبق البغداديون إلى مثل هذا التاريخ حقيقة، ومع أن بغداد قد أسست منذ منتصف القرن الثاني الهجري وصارت في مدة قصيرة معدن العلم والعلماء وعاصمة الدولة العربية الإسلامية على مدى 5 قرون من الزمان، لكن لم يفكر أحد في تأليف كتاب خاص برجالاتها من الخلفاء والأمراء والعلماء والأدباء وذوي الشأن من سكانها وولاتها أو الذين وردوا إليها وعلموا فيها، إلا في منتصف 100 الخامسة حينما ألف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المولود 392 والمتوفى 463 هجرية. نعم، ذكر إسماعيل باشا البغدادي تاريخ بغداد لأبي القاسم محمد بن حبيب النيسابوري المتوفى 245، ومثل هذا الاسم في هذه الطبقة لا وجود له في كتب التراجم ولا في كتب الرجال، فلعله مخلوط بين اسمين أو أكثر. فمحمد بن حبيب المتوفى 245 وهو صاحب كتاب المحبر لم يكن نيسابورياً ولا كان يكنى بأبي القاسم، فمن كناه قال في كنيته أبو جعفر، ولم يذكر له أو يذكر له أحد ممن ترجم له كتابا في تاريخ بغداد، بل له تاريخ الخلفاء، فلعله هو المقصود. وهذا بكل حال لا يعني شيئا، فإنه لم يذكر عند المؤرخين الثقات ولا نقل عنه أحد ممن جاء بعده. وذكر إسماعيل باشا أيضا أن أبا بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم التميمي المعروف بن الجعابي نسبة إلى الجعبة التي توضع فيها السهام،
المولود سنة 284 والمتوفى ببغداد سنة 355 أنه قد ألف كتابا عنوانه أخبار بغداد وطبقات أصحاب الحديث، ولا نعلم أيضا شيئا عن هذا الكتاب، ولا وجدنا له ذكرا عند المتقدمين مع كثرة البحث وكثرة الفحص. والجعابي هذا من كبار حفاظ بغداد، كتب له الخطيب ترجمة مسهبة وواسعة وأخذها منه السمعاني في الأنساب، وابن الجوزي في المنتظم، والذهبي في كتبه، والصفدي في الوافي، وابن كثير وغيرهم من من كتبوا في الرجال. ومع كل الذين أخذوا عليه عدة أمور، كل الذين ذكروه أخذوا عليه أنه كان يتشيع، حتى قيل إن نائحة الرافضة سكينة كانت تنوح في جنازته، وأنه كان يتهاون في الصلاة، وأنه كان يشرب في مجلس ابن العميد، وأنه تولى قضاء الموصل فلم تحمد سيرته في القضاء، ولذلك لا نجد له ذكرا في الكتب ولا نقلا عنه. ومما يثير الانتباه أن ابن الجعابي، هناك ملاحظة، قد أوصى بأن تحرق كتبه عند موته، فقد ذكر الأزهري أنها أحرقت جميعا، وأحرق معها كتب للناس عنده، وتشير روايات أخرى إلى أنه أحرق كتبه بنفسه أو قبيل وفاته. فقد نقل الذهبي عن ابن شاهين قال: دخلت أنا وابن المظفر والدارقطني على ابن الجعابي وهو مريض، فقلت له: من أنا؟ قال: سبحان الله، ألستم فلانا وفلانا؟ مما يدل على صحة ذهنه، وسمانا، فدعونا وخرجنا، فمشينا خطوات فسمعنا الصائحة بموته ورأينا كتبه تل رماد. ونقل عن مسعود الشجي قال: حدثنا الحاكم قال: سمعت الدارقطني يقول: أخبرت بعلة الجعابي، فقمت إليه فرأيته يحرق كتبه، فأقمت عنده حتى ما بقي عنده سينة، ومات من ليلته. هذه النصوص تشير بلا شك أن كتب ابن الجعابي لم تصل إلينا. حقيقة لم أزل أنا حتى هذا اليوم أستعجب من تأخر المؤرخين في التوريخ لرجالات هذه المدينة العظيمة حتى زمن الخطيب البغدادي، مع أن رجلا مثل بحشل المتوفى سنة 292 كتب تاريخا لواسط، وابن يونس المؤرخ المصري المشهور المتوفى سنة 346 أو شيء من ذلك قد ألف تاريخا لمصر وتاريخا للغرباء فيها. ربما في رأيي كان هذا الإغفال لمدينة السلام أنها كانت عاصمة الدولة الإسلامية ومقر الخلفاء. بالمناسبة لم يكن المؤرخون يسمون بغداد باسمها بغداد، بل كانوا يكرهون هذا الاسم، فلا يسمونها إلا مدينة السلام. والكتاب حين طبع أول مرة، تاريخ الخطيب كما سيأتي، طبع باسم تاريخ بغداد، وهو اسم لم يذكره الخطيب في أي مخطوطة من مخطوطات كتابه، كان دائما يقول تاريخ مدينة السلام. والعملات التي وصلت إلينا من هذه المدينة كلها مكتوب عليها تاريخ أو مدينة السلام، وكذلك في الوثائق وفي الأخبار الأخرى كما أشار الأستاذ الدكتور يوسف قبل قليل. ربما كان هذا التأخر هو سبب أن تاريخ بغداد كان تاريخ الأمة الإسلامية بمجموعها، فجميع الكتب السياسية التي وضعت كتاريخ الطبري أو تاريخ المسعودي أو تاريخ مسكوي أو ابن الأثير أو من التواريخ المعروفة في ذلك الوقت، هي في حقيقتها كانت تواريخ لهذه المدينة. شخصية الخطيب شخصية ينبغي أن تدرس حقيقة. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي كما قلت ولد بقرية قريبة من المدائن، والمدائن هي التي فيها كانت عاصمة الفرس الساسانيين، والتي تبعد عن مدينة بغداد الحالية أو تكاد أن تلتصق بها هذه الأيام، والتي دفن فيها سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان.
تبعد عن بغداد الآن حوالي 25 كيلومتر، فهو في الجانب الآخر ويتقع على نهر دجلة، وفيها ما زال طاق كسرى المشهور، والذي كان الذي وصف بأوصاف كثيرة عند الشعراء، وولد في تلك المنطقة. ويبدو أنه قدم إلى بغداد وأصيب بالشره في طلب العلم، وبدأ برحلات في المدن المجاورة في البصرة، ثم أخذ عن شيوخ البلدان، وسنة 600 و 421 توجه إلى أصبهان قاصدا أبا نعيم الأصبهاني صاحب تاريخ أصبهان والمحدث المشهور صاحب حلية الأولياء، وليأخذ عن من بقي فيها من العلماء. بعد سنة 422 استقر ببغداد واكتملت بضاعته العلمية، واتجه منذ ذلك الوقت إلى التصنيف، فألف العديد حقيقة من كتبه، وانتهى قبل سنة 445، وهي السنة التي حج فيها من تأليف كتابه تاريخ مدينة السلام في نشرته الأولى. حقيقة الخطيب امتحن في تلك المدة كما امتحن غيره في كل زمان وفي كل مكان، وكما امتحننا نحن في هذا الزمان الرديء حقيقة. فكان أحد القواد الأتراك على صلة بالفاطميين في مصر وفي بلاد الشام، وحاول أن يعمل انقلاب في بغداد فيلغي الخلافة العباسية ويدعو لخليفة مصر في ذلك الوقت، وقتل الوزير ابن المسلمة الذي كان من حماة الخطيب البغدادي قتلة شنيعة حقيقة. وضعت الكلاليب في فمه وأشهر في المدينة على جمل، وعلق وصلب لمدة أيام، وقطعت أطرافه الواحدة بعد الأخرى، وأخرج الخليفة فذهب إلى مدينة القائم على الحدود السورية عند أحد أمراء العرب في ذلك الوقت، مما اضطر الخطيب، هذا الكلام كله سنة 449-50، فاضطر الخطيب في ذلك الوقت أن يأخذ كتبه. والطريف أنه رحل إلى الفاطميين، يعني رحل إلى بلاد الشام التي كانت تحت السيطرة الفاطمية، لكنهم رحبوا به لعلمه وفضله. وبالرغم من أن فتنة البساسير قد قضي عليها في نفس السنة، قضى عليه فيها طغرل بيغ السلجوقي، ولكن الخطيب لم يعد، استمر كان يجلس في جامع دمشق يحدث بكتبه، ومنها تاريخ مدينة السلام بغداد. ثم أحدثت له مشاكل في داخل دمشق، فاتجه إلى مدينة صور فسكنها، وبقي فيها مدة طويلة، ولم يعد منها إلا سنة 462 بدفع له بعض الفضلاء يعني، أو أقام برحلته وعاد إلى بغداد. فالظاهر أنه يبدو لي أنه لم تكن له زوجة ولا أولاد، أو أن زوجته وأولاده انتقلوا إلى رحمة الله، وأن داره ذهبت، فأجر غرفة قرب المدرسة النظامية ببغداد، وبقي يحدث بتاريخه سنة واحدة، ثم انتقل إلى رحمة الله سنة 463، وهو في 71 من عمره. تاريخ الخطيب حقيقة الذي ألفه الخطيب البغدادي يتكون من 106 أجزاء، وجزء كما أوضحنا في المحاضرات السابقة هي فصلة تتكون من حدود 40 صفحة، 20 ورقة يعني بهذا الحدود، وهي تجزئة اعتاد الناس عليها، فيقال أن الكتاب الفلاني وليست هي المعنية بها مجلد. فهذا الكتاب كان يتكون من 106 أجزاء، وجعل الخطيب نسخته في 14 مجلدا،
ولكن طبعا النساخ على مدى العصور لم يلتزموا فيما بعد بأن تكون نسخهم بهذا العدد، وهي العادة الجارية في تلك الأعصور أن يحافظ النساخ على الأجزاء لا على المجلدات. ابتدأ الخطيب كتابه بمقدمة معروفة عن مدينة بغداد يمكن أن يلاحظ الباحث فيها ثلاثة محاور رئيسة. الأول تناول فيه أقوال العلماء في أرض بغداد وحكمها وما حفظ عنهم من الجواز والكراهية لبيعها، ثم تكلم على السواد وما إلى ذلك. المحور الثاني كان مخصصا للبحث في خطط بغداد، فذكر خبر بناء المدينة المدورة وخططها وتحديدها ومن تولى عمارتها، وخبر بناء الكرخ والرصافة، ثم تناول محال مدينة السلام وطاقاتها وسككها كما فعل المقريزي في كتابه المشهور عن القاهرة. والمحور الثالث وهو محور عجيب، ما أعرف لماذا أدخله الخطيب في هذا الكتاب، وهو أنه تناول فيه خبر المدائن التي هي كما قلت قريبة من بغداد، تبعد عنها حوالي 25 كيلومتر، وتسمية من وردها من الصحابة. قيمة هذه المقدمة التي استغرقت 5 أجزاء وفي طبعتي المجلد الأول من الكتاب تتكون منها، تتبدى في المحور الثاني، القيمة الحقيقية تتبدى في المحور الثاني وهو المحور الخاص بخطط بغداد وبيان دروبها وسككها ومحلاتها. أما بقية الكتاب فكله تراجم. هذا طبعا يعكس كما تكلمت في المحاضرة الأولى، يعكس مفهوم المحدثين للتاريخ، وهو أن التاريخ يساوي تواريخ العلماء والأدباء والشعراء وما إلى ذلك، وليس تاريخ السياسي أو التاريخ الآخر الذي نحن نعرفه. ولذلك هو في المقدمة ذكر، قال هذا التاريخ يشمل الخلفاء والأشراف والكبراء والقضاة والفقهاء والمحدثين والقراء والزهاد والصلحاء والمتأدبين والشعراء من أهل مدينة السلام الذي ولدوا بها وبسواها من البلدان ونزلوها، وذكر من انتقل منهم عنها ومات ببلده ببلدة غيرها، ومن كان بالنواحي القريبة منها ومن قدمها من غير أهلها. هذه الخطة العامة للكتاب، تكون أهل المدينة الأصليين الذين ولدوا فيها وماتوا فيها، أهل المدينة الذي ولدوا بها ثم رحلوا عنها إلى مصر أو إلى الشام أو البلدان الأخرى وظلوا يحتفظون بالاسم البغدادي، ذكرهم أيضا أهل المناطق المجاورة لبغداد مثل المدائن، عكبرة، بعقوبة، الدور، سامرة، النهروان، الأنبار، دير العاقول وما إلى ذلك، الغرباء الذين قدموا بغداد وحدثوا بها. الحقيقة النص الذي نقلناه قبل قليل، وأنا مضطر هذه المرة أن لا أتكلم شفويا لأن النصوص كثيرة وأحب أن أستشهد بالنصوص لتكون على بينة، والبحث تقتضيه ذلك. الحقيقة أنني رأيت أن الخطيب استبعد من تاريخه الكثير من أعلام بغداد، المتكلمين الكبار، الحساب، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، الفلكيين، الأمراء، القواد، أرباب الصنايع من البنائين، المعماريين، كبار التجار والممولين ونحوهم، فكان تركيزه على الطبقة المثقفة بمنظاره هو، وهم رواة الحديث والفقهاء والقضاة وبعض الشعراء والمتأدبين، إضافة إلى الخلفاء وبعض المشهورين من أرباب السياسة. فاجتهد حقيقة أن يذكر في كتابه كل محدث حدث ببغداد مهما ضعف شأنه وقل خطره، لم يترك من ذلك أحدا وقف عليه، بل وجدنا تراجم لا يعرف عنها شيء سوى ورودها في إسناد رواية من الروايات، أو ذكرت في معجم لأحد الشيوخ مثل أبي القاسم بن ثلاج أو بن جميع الصيداوي أو مما أخبر به أحد شيوخه مما اتصلوا به. ولم يجد المصنف في كثير من هذه التراجم مادة يذكرها سوى هذا النزر اليسير في الوقت الذي أهمل فيه ذكر تراجم خطيرة لغير أمثال هؤلاء أو قصر فيها تقصيرا بينا. حقيقة أنا إدخال المؤلف
المدن المجاورة إلى بغداد لم أفهمه جيدا، يعني ولماذا أدخل مدينة مثلا مثل المدائن تبعد 25 كيلومتر، بس لماذا أدخل سامرة التي تبعد 120 كيلومتر عن بغداد؟ ربما طبعا يكون ذلك باعتقاده أن هذا القريب من هذه المدينة لابد أن يكون قد جاء إلى بغداد وسكن فيها لمدة ودرس فيها أو درس فيها. في المقدمة الخاصة بخطط بغداد ذكر الخطيب هذه القصور العظيمة الفخمة، العمائر العظيمة في دار الخلافة، لكنه في الحقيقة لم يذكر المهندسين الذين أبدعوا تلك المرافق التي حيرت الألباب في هندستها وتصاميمها وتنفيذها من البرك الجميلة والتماثيل الرائعة والدهاليز الفخمة. يعني يتعجب حقيقة الإنسان في ذكر وصول وفد الروم أو سفير الروم إلى بغداد، حبس هذا السفير لمدة شهرين خارج المدينة من أجل أن يرتبون أوضاع استقبال الخليفة له، فبعد شهرين سمحوا له بأن يستقبل من قبل الخليفة في دار الخلافة المعظمة. ذكر فيها دار الخلافة في ذلك الوقت أشياء يتعجب أو لا يمكن في بعض الأحيان حتى أن يصدقها الإنسان من ضخامتها وكثرتها. فذكر مثلا من أن الستائر الديباج التي كانت في قصور دار الخلافة هي 36,000 ستارة مثلا يعني. وذكر أن مثلا أن الحدائق وكيف كانت وحير الوحوش والأشجار التي فيها العصافير التي تغني على وتدور وهي كلها مصنوعة من أشياء اصطناعية وليست أشياء حقيقية. لهذه كل هذه في الحقيقة لا تستأهل من هذا المؤرخ أن يذكر ترجمة لهذا الرجل الذي صنع كل هذه الصنايع. ويجينا على واحد كان يتعاطى الكدية، سمع منه حديثا واحدا يترجم له في تاريخ مدينة السلام ولا يترجم لواحد مثل هذا المهندسين. ولذلك كنت دائما حقيقة أنبه بأن هذه الكتب سواء أكانت لبغداد أو لغيرها مثل تاريخ مصر لابن يونس، مثل تواريخ السخاوي أو تواريخ المقريزي عفوا، وتاريخ التواريخ التي وضعت فيما بعد الخطيب مثل ابن السمعاني وابن الدبيثي وابن النجار وما إلى ذلك، هل هذه التواريخ كانت تصور الحياة الفكرية الحقيقية في المدينة؟ أنا أعتقد أنها لم تكن تصور الحياة الثقافية في هذه المدينة تصويرا أمينا، لأن الذين ألفوا كل هذه الكتب هم أهل الحديث وهم لا ينظرون إلى قيمة المترجمين إلى بمنظارهم الخاص. ربما يترجمون لمحدث مغمور ويتركون فنانا كبيرا أو مهندسا معماريا عظيما أو طبيبا أو صيدليا أو معمارا أو ما إلى ذلك. أذكر حادثة واحدة ذكرها الخطيب، يعني في أحد أمراء البويهيين أراد أن ينشئ بستانا على نهر دجلة في الجانب الشرقي من مدينة السلام، وطبعا تعرفون أن بغداد يفصلها نهر دجلة إلى جانبين، جانب الرصافة إلى الآن أو الجانب الشرقي والجانب الغربي اللي هو جانب الكرخ نسميه إلى الوقت الحاضر، فتقسم المدينة إلى قسمين كبيرين، والمدينة المدورة في أصلها بنيت في القسم الغربي من المدينة، وبعد ذلك أنشأ المنصور لولده المهدي مدينة الرصافة في الجانب الشرقي وهي قريبة من بلدة الأعظمية في يومنا هذا شمال بغداد الحالية قليلا يعني. المهم أن هذا الرجل أنشأ بستانا هناك. الطريف الذي لا يعرفه كثير من الناس أن بغداد لم تكن عموما تشرب من نهر دجلة، وإنما كانت تأتيها المياه من خارج وتصب في نهر دجلة،
يعني نهر دجلة أصبح مصب للمياه. الجانب الشرقي عادة كانت تأتيه المياه من ديالة، من منطقة من نهر ديالة، والجانب الغربي يأتيه من الفرات، من نهر عيسى ونهر قطربول وبادوريا وما إلى ذلك من الأنهار التي كانت شعبة كبيرة كما هو الحال في مصر. من الأنهار تأتي من جهة الفرات، من منطقة ما يقارب ما يسمى الآن الفلوجة، يعني تعرف سامعين فيها في الأخبار كثيرا الفلوجة الآن مشهورة، يأتي من هناك لتبعد عن بغداد حوالي 70 كيلومتر، وتستمر في مجموعة من القنوات وتصب في نهر دجلة، فأهل بغداد عموما يشربون من ذلك. طبعا فيما عدا السقائين وغيرهم كانوا يغرفون من نهر دجلة ويوزعون الماء على البلاد. المهم أنه هذا الرجل أراد أن ينشئ كما قلنا بستانا في الجانب الشرقي، فأراد أن يأتي إما يعمل يعني نواعير وأشياء تحمل الماء من نهر دجلة لسقي البستان، وإما أن يجلب الماء إلى داخل المدينة. طبعا المدينة متسعة، فيها دور وفيها سكك وفيها شوارع وفيها كذا، وكانت في ذلك الوقت في العصر البويهي كثير من القنوات قد خربت. فأقرب منطقة هي كانت ما يسمى في الوقت الحاضر عندنا الراشدية، تبعد حوالي 25 كيلومتر في شرق مدينة بغداد، وفيها داري وبستاني التي راحت يعني ذهبت الحمد لله، يعني ما بقي منها شيء يذكر الآن. هذه المنطقة فيها نوع من الانخفاض حتى نصل إلى بغداد، فأتى بالمهندسين فوزنوا الماء. هذا الماء يأتي من منطقة الخالص، من منطقة بعقوبة أو منطقة ديالة، ويستقي من نهر ديالة، فجاء بالمهندسين وعمل أنواع من الوزن الماء، وعملوا سداد داستها الفيلة. الكومباكتينج يعني تبعت الطريق كان عن طريق بدلا من هذه الرولات الآن التي تدك الشوارع من شان يعني تكون قوية، هو استعمل الفيلة وأخفافها، وكان ترمى طبقة من التراب وترش بالماء ثم تسير عليه الفيلة، ثم شق بوسطها نهر. ولما وصل إلى المنطقة السكنية بدأ يعمل أنابيب من الرصاص أو من الآجر للدخول في داخل المدينة، إلى أن وصل إلى البستان، وكلف هذا كلف في وقتها 10 ملايين دينار أو شيء من القبيل حتى وصل هذا الماء. فأنا أسأل هذا المهندس الذي وزن هذا الماء من منطقة الخالص وأتى به إلى بغداد، بأي ليفل استعمل، يعني أي آلة استعمل فيها لوزن، الذي يصعب في الوقت الحاضر أن يوزن هذا الميزان الدقيق لمدة 25 كيلومتر حتى يستقيم الماء ويدخل المدينة. لم يترجم له بسطر واحد، بل ولا نعرفه ولا يذكر له شيء، وهذا حال الكتب. اقرأوا الآن تاريخ مصر اللي جمعه أحد الفضلاء هنا في مصر اسمه الدكتور عبد الفتاح، جمع تاريخ مصر لابن يونس من الكتب، يعني من الكتب الأخرى حقيقة، وعمل جيد جدا، وحاول أن يعني يعيد تركيب الكتاب. لكن حين تقرؤون الكتاب من أوله والآخر لا تجدون فيه إلا أهل الرواية وأهل الحديث. أين الأطباء؟ أين المهندسين؟ أين الصناعيين؟ أين التجار؟ أين الممولين؟ أين الصيادلة؟ أين الأطباء؟ لا يوجد من ذلك. ولذلك أنا أحذر دائما من أن هذه الكتب والكتب التاريخية عموما لا تمثل الواقع الحقيقي للكتابات التي نعرفها. طبع تاريخ الخطيب لأول مرة بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1931، طبعة سقيمة حقيقة مليئة بالتصحيف والتحريف والسقط، استنادا إلى مخطوطة سقيمة متأخرة محفوظة في مكتبة كوبريلو بإسطنبول، وعلى أجزاء محفوظة في المكتبة الأزهرية، وعن بعض ما أعطاهم أو النقص الذي كان في هذه النسختين جلبهما المستشرق الألماني هلموت ريتر، بعث لهم بالقسم الخاص بالنقص. لكن من مجمل الدراسة التي قمنا بها لهذا الكتاب
وجدنا أن الإخوة الذين طبعوا الكتاب في ذلك الوقت، بالرغم في ذلك الوقت كانت مصر يعني فيها من المصححين ومن المحققين ومن العناية بالكتاب ما لم يعرفه العالم العربي في يوم من الأيام. كانت مطابع بولاق ودار الكتب المصرية ومن من من تخرج الكتب من أنفس إخراج، حتى هذا اليوم لم تخرج مصر ولم يخرج العالم العربي والإسلامي مثل ما أخرجت بولاق وأخرجت دار الكتب المصرية من الكتب النفيسة في ذلك الوقت. لكن هذه الطبعة يظهر أنه أعطيت لواحد من النساخ غير المحترفين، نعم، ونسخ الكتاب وطبع الكتاب كيفما جاء، ولذلك جاءت فيه آلاف المناطق الساقطة والمحرفة والمصحفة مما أساء إلى الكتاب إساءة كبيرة. وفقنا الله سبحانه وتعالى على مدى السنين. أنا كنت كلما سافرت إلى بلد ليس الآن كما هو الحال الذي جعل الأستاذ الدكتور يوسف زيدان الحصول على المخطوط بخمس جنيهات للباحث، هذا شيء حقيقة لم نسمع به في تاريخ المخطوطات. أنتم لا تعلمون في السابق كيف كنا نعاني في الحصول على المخطوطات. كنت أذهب إلى إسطنبول وأملأ جيوبي بالرشا التي أرشو بها أصحاب المكتبات من أجل أن يصوروا لنا مخطوطة واحدة، واللقطة بدولار ونصف، اللقطة الواحدة بدولار ونصف، يعني بثمان جنيهات مصرية أو سبع جنيهات أو ثمان جنيهات مصرية للورقة الواحدة. ومع ذلك لا بد أن ندفع بقدرها مالا من أجل أن نصور ذلك. ولا أنسى أنني حين بدأت أحقق تحفة الأشراف لجمال الدين المزي كانت هناك نسخة في ليدن عليها خط الحافظ بن حجر العسقلاني. كلفت صديقي الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي بأن يصور لي نسخة منها، فكلفتني هذه النسخة 2000 دولار دفعتها. ونحن كما تعرفون يعني أساتذة الجامعة ليس لنا إلا رواتبنا بحمد الله ومنه. المهم كلما كنت أسافر إلى بلد من البلدان كنت حريص أول ما أذهب إلى المكتبات لألتقط ما فيها من نوادر المخطوطات، وكان همي الأول أن أجمع حقيقة تاريخ بغداد. فجمعت نسخ من المدينة المنورة ومن القاهرة ومن تونس ومن الجزائر ومن إسطنبول ومن باريس ومن لندن ومن إيرلندا وبلدان أخرى، ووثقنا النص بالإشارة إلى مناجم الكتاب وتتبعناها وعزونا إلى المصادر ومن نقل عنه وما نقل عنهم إلى آخره. فطبعنا الكتاب بحمد الله ومنه في 17 مجلدا، ونشرته دار الغرب الإسلامي سنة 2001 ونشرت طبعته الثانية في هذا العام. أصبح تاريخ الخطيب حقيقة تاريخ الخطيب شيء عظيم، حتى أن الخطيب لما ذهب إلى الحج كان في أمنيته يقول دعوت الله سبحانه وشربت ماء زمزم، وهناك حديث يقول ماء زمزم لما شرب له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شربت ماء زمزم ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي 3 أشياء، منها أن أحدث بتاريخي في جامع القصر في بغداد. يعني هذا شيء كان يتمناه أن يحدث بتاريخه، وقد يعني استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وأصبح تاريخ الخطيب معلما حقيقة من معالم تواريخ المدن في تاريخ الفكر الإسلامي، بحيث لما ألف الحافظ أبو القاسم بن عساكر تاريخ دمشق اعتمد اعتمادا كبيرا على منهج الخطيب وعلى طريقته في تأليف كتابه، وكذلك أفاد منه كل من جاء بعده، بحيث أصبح مصدرا عظيما لجميع الكتب التي ألفت بعد الخطيب. ولذلك أنا كنت حريص حقيقة إضافة إلى المخطوطات التي جمعتها من هذه البلدان أن أتتبع الناقلين الذين نقلوا من هذا التاريخ على مدى العصور، لأن كل ناقل لا بد أن كانت عنده نسخة من الكتاب، ولا سيما أولئك الذين كانوا يعتنون عناية بالغة بالنقل الحرفي
ولا ينقلون بالمعنى مثل جمال الدين المزي ومثل السمعاني ومثل ابن ماكولة وغيرهم من العلماء. فحقيقة وجدنا ثروة هائلة من النقول عن ذلك. الخطيب كما قلنا توفي سنة 463، وبعد ذلك أصبح هذا الكتاب هو القاعدة التي يكملها كل من يأتي بعده، فيأتي المؤلف بعده ليستدرك ما فاته من التراجم وليضيف إليه الذين عاشوا بعده. فأول من ألف تاريخا حقيقة ليكمل به تاريخ الخطيب هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي صاحب كتاب الأنساب، والمتوفى سنة 562 هجرية، يعني بينه وبين الخطيب قرابة 100 عام، 99 سنة أو 100 سنة، 463 و562. فألف كتابا لهذه 100 عام يعادل تاريخ الخطيب البغدادي بقدره، لكن مما يؤسف عليه أن هذا الكتاب لم يصل إلينا بكماله، أو لم يصل إلينا في الحقيقة شيء منه إلا النزر اليسير. وهذا النزر اليسير هو عبارة عن اختصار لابن منظور صاحب اللسان، صاحب لسان العرب، وعندنا بخطه عنده قطعة صغيرة مختصرة من كتاب أبي سعد السمعاني لا تغني من جوع، لأنها لا تمثل طبيعة الترجمة التي كان السمعاني يصيغها، وهو فنان تراجمي من خيرة الفنانين التراجميين الذين يعنون بصياغة الترجمة. ووصلت إلينا قطعة أو انتقاءات للفتح بن علي البنداري، متوفى سنة 643. فتح بن علي البنداري ألف كتاب اسمه تاريخ بغداد، كان ينتقي ترجمة من تاريخ الخطيب، وترجمة من ابن السمعاني، وترجمة من ابن الدبيثي، فيضعها الواحدة بعد الأخرى. حفظ لنا البنداري بعض التراجم طبعا من السمعاني، بواسطتها استطعنا أن نفهم الطريقة التي كتب فيها كتابه وكيف صاغ الترجمة، وهي بكل حال على طريقة الخطيب. كتاب السمعاني فيه 3 أشياء: فيه استدراك على الخطيب ما فات الخطيب من التراجم، وفيه الذين ذكرهم الخطيب ولم يذكر وفياتهم لأنهم ظلوا أحياء في زمانه، وفيه من عاش بعد الخطيب البغدادي في هذا الوقت. بعد السمعاني أيضا سجدت أمور، فجاء شخص اسمه جمال الدين محمد بن سعيد المعروف بن الدبيثي الواسطي، والمتوفى سنة 637، فألف أيضا تاريخا ذيل به على ابن السمعاني، وسماه التاريخ المذيل به على ذيل ابن السمعاني. ذيل بمعنى السبلمنت كما هو معروف باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فسماه التاريخ المذيل به على ذيل ابن السمعاني. أيضا سار على نفس الطريقة، وهو أنه يذكر التراجم على حروف المعجم، ثم يرتب التراجم أيضا كما هو الحال. أنا نسيت أن أذكر ذلك في تاريخ الخطيب، كان الخطيب دائما يرتب التراجم الاسم الواحد على حروف المعجم، ولكنه في الاسم الواحد يعني كإبراهيم أو أحمد أو إسماعيل أو معاوية أو أي اسم من الأسماء يرتب أصحاب الاسم على الوفيات، وهذه قلما يتنبه إليها بعض الناس ويظنون أن الكتاب مرتب على حروف المعجم فقط. حقيقة هذه التواريخ كلها مرتبة على الحروف أولا ثم على الوفيات بعد ذلك، في ضمن الحرف الواحد أو في ضمن الاسم الواحد، مو الحرف الواحد، في ضمن الاسم الواحد على. فابن الدبيثي حقيقة متوفى سنة 637 سار على هذه الطريقة، وكان كتابه يسمى ذيل تاريخ مدينة السلام. وقد وصلت إلينا نسخة مصرية منه حقيقة، مصرية كانت ملك للحافظ عبد العظيم المنذري المتوفى المصري
المتوفى سنة 656 هجرية، والذي تحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة من كتابه بخط أحد تلامذته وعليها خطه حتى اليوم، وهو ابن سراقة الشاطبي صاحب كتاب التكملة لوفيات النقلة، وهو صاحب كتاب الترغيب والترهيب المشهور. كانت هذه النسخة من تاريخ ابن الدميثي هي ملك لعبد العظيم المنذري المصري، وصورناها وأعدناها لبغداد، ولكن كانت قد رحلت إلى مناطق أخرى، فرحل جزء منها إلى باريس ورحل الجزء الآخر إلى إسطنبول. وهذا طبعا كما تعرفون من عجائب الأمور ومن الإساءة الكبيرة التي أساء فيها العثمانيون للتراث العربي في مصر بصفة خاصة. فحين استولى السلطان سليم الأول على مصر سنة 1517 ميلادية، سنة 923 هجرية، أمر بأن تحمل خزائن الكتب أو كثير من خزائن الكتب من مصر لتذهب أو ليذهب بها إلى تركيا، إلى إسطنبول في ذلك الوقت. ومما يؤسف عليه وحسب الدراسات التاريخية فإن هناك باخرتان قد غرقت في البحر وذهبت نفائس المخطوطات فيها، مع أن هذه الكتب كانت موقوفة. وأصبحنا نحن العرب الآن والمصريون أو العراقيون أو غيرهم من هذا حينما نذهب إلى تركيا لا نستطيع الحصول على صورة من هذه المخطوطات إلا بالرشا الباهظة والعالية. الحقيقة أن كتاب ابن الدبيثي كما قلنا وصل إلينا أكثره، 73% من الكتاب وصل إلينا، 27% وصل إلينا مختصره بخط الحافظ الذهبي. الذهبي كان اختصر الكتاب اسمه وسماه المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، وكان قد نشره المجمع العلمي العراقي عن نسخة بخط المؤلف تحتفظ بها دار الكتب المصرية. المهم أن هذا الكتاب الحمد لله الآن وفقنا الله سبحانه وتعالى فنشرناه في 5 مجلدات نشرته دار الغرب الإسلامي. وقد ترجم على هذا الكتاب مجموعة أخرى على التاريخ الخطيب. جاء أحد المؤرخين الكبار وهو محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بن النجار البغدادي، المتوفى سنة 643، وكان شيخ دار الحديث بالمدرسة المستنصرية، فجمع بين هذه الذيول كلها وذيل مباشرة على الخطيب البغدادي. يعني جمع ذيل ابن السمعاني وذيل ابن الدبيثي وزاد عليهما، فألف كتابا في 30 مجلدا سماه التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من علماء الأنام. ومما يؤسف عليه أن هذا الكتاب قد أتى عليه الزمان أيضا ولم يصل منه إلينا غير مجلدين، المجلد الأول في المكتبة الظاهرية بدمشق وهو المجلد 10، ثم المجلد 11 في المكتبة الأهلية أو الوطنية في باريس، وهما من أصل نسخة تتكون من 15 مجلدا نسخت كل مجلدين من المجلدات التي كتب فيها الكتاب الأول إلى مجلد، أي بمعنى وصلت إلينا 4 مجلدات من أصل 30 مجلد التي كتبها الخطيب. هذا الكتاب هو اتبع فيه طريقة أخرى غير طريقة الخطيب وابن الدبيثي، واستعمل فيه ابن النجار حقيقة طريقة الإصعاد في النسب، كلما أصعد في النسب يعني أن يذكر الترجمة باسم صاحب الترجمة ثم يذكر أباه ثم جده ثم إلى أن يصبح الاختلاف فيما بعد. يذكر أيضا المؤرخون
أن ممن ذيل على تاريخ الخطيب أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيلي ثم البغدادي المتوفى سنة 565. قال ابن النجار: كان حافظا متقنا ضابطا محققا حسن القراءة صحيح النقل ثبتا حجة نبيلا. نعم، صنف تاريخا على السنين، بدأ فيها بالسنة التي توفي فيها أبو بكر الخطيب وهي سنة 63 و400 إلى بعد 60 و500، يذكر السنة وحوادثها ومن توفي فيها ويشرح أحوالهم، ومات ولم يبيضه. وقد نقلت من هذا الكتاب كثيرا. يسأل الناس سؤال: كيف لكتاب على التراجم يذيل واحد عليه على سنين؟ هذا السؤال الذي يسأل، وهذا يجب أن يفهم بمفهوم التاريخ عند المحدثين، وهو أنه التاريخ يساوي تراجم، أو يسموه التاريخ يساوي وفيات، يعني والوفيات بمعنى ليس بهذا المعنى، وإنما الوفيات بمعنى التراجم. يعني حينما سمى الصفدي كتابه الوافي بالوفيات، يعني الوافي بالتراجم، وسمى ابن شاكر كتابه فوات الوفيات لمعنى فوات ما فات صاحب الوفيات من التراجم، وهلم جرى. وكذلك كان يسمى كتاب المقتفي لتاريخ أبي شامة لعلم الدين البرزالي، يسموه كتاب الوفيات أيضا. فكلمة وفيات وكلمة سنين وكلمة حوليات كلها تعني عند المؤرخين المحدثين هي تراجم، ليس أكثر من ذلك. ومن ثم حقيقة لما جاء هذا وذيل على الخطيب، كيف ذيل عليه؟ يبدو أنه لم يصل إلينا الكتاب، لكن من النقول التي وصلت إلينا وهي نقول بسيطة، تبين أنه رتب التراجم بحسب الوفيات، أي أنه يذكر من توفي في تلك السنة، في سنة 463 مثلا، من توفي فيها فلان وفلان وفلان، ويترجم لكل واحد منهم، ثم ينتقل إلى 64 و65، وهو فن عرفه المؤرخون فيما بعد. نعم، الحقيقة أيضا أنه تاريخ ابن النجار الذي لم يصل إلينا، العجيب أنه كانت منه في مصر أيضا، وهي معدن كما تعرفون إخواني جميعا، أنه بعد سقوط بغداد الكتب أحرقت، تلفت وأحرقت، والعلماء هاجروا كما كتب أخونا الأستاذ الدكتور يوسف زيدان عن هجرة العلماء البغداديين في ذلك الوقت إلى بلاد الشام وإلى مصر وإحداثهم تلك النهضة. فكثير من الكتب التي سلمت في ذلك الوقت كانت قد تحولت إلى بغداد، وكان إلى بلاد مصر وإلى بلاد الشام. الحقيقة لو نأتي إلى وصف للسخاوي المتوفى سنة 902 هجرية، وهو كما معروف مصري يعني مشهور مدينة سخا، وكان يقيم في القاهرة، كان يصف هذا الكتاب تاريخ مدينة السلام أو التاريخ المجدد لمدينة السلام لابن النجار ويهتم به، ووصف إحدى النسخ، قال: واليسير من تاريخ بغداد للخطيب، والمجلد الثاني والثالث، شوفوا، من الذيل عليه لابن النجار، يصفهم: وأولهما محمد بن حمزة بن علي بن طلحة بن علي، وآخرها انتهاء المحمدين، والكتاب كله في 15 مجلدا من الموقوف بجامع الحاكم، والموجود منه الأربعة الأول، وانتهت إلى أحمد بن علي بن موسى وبعض السادس وأوله كذا وكذا، والمفقود منه من جعفر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى إلى الحسين بن أحمد بن ميمون، والسابع والثامن، وانتهي إلى عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد، والتاسع وأظنه الذي كان عند التقي القلقشندي وجحده ابن أخيه، وفيه الشيخ عبد القادر وبعض الحادي عشر، والمفقود منه كراريس من أوله إلى آخر حرف الهاء، والأربعة الأخيرة وأولها. فالحاصل أن المفقود الخامس وبعض السادس وجميع العاشر وبعض الحادي عشر، وكنت لمحت منه أجزاء
في أوقاف الجمالية ثم لم أرها فقد سرقت. هذا الاهتمام العظيم الذي ترونه من المؤرخين لهذا التاريخ الكبير يشير إلى أهمية هذه الكتب. هذان المجلدان طبعهما الهنود، الباقيان واحد في الظاهرية وواحد في باريس، طبعا من أردأ حقيقة الطبعات، وهم حتى لا يستطيعون القراءة والكتابة، وطبع في بيروت على طبعتهم، فنشرت انتشرت بواسطته الأمية. بقي من هذا الكتاب حقيقة كتاب اسمه المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، نشره أحد تلامذتي بإشرافي وأخذ فيه درجة ماجستير أو يسموها درجة الدبلوم العالي في تحقيق المخطوطات، وهو محمد مولود خلف، ونشر في بيروت سنة 1986. ونقل الذهبي من تاريخ تاج الدين بن الساعي تلميذ ابن النجار أن ابن النجار ألف كتابا سماه المستدرك على تاريخ الخطيب، وأنا لا أستبعد أن هذا مستل من التاريخ الآخر. وذيل على ابن النجار، شوفوا هذا الذيول الواحدة على الأخرى، الخطيب ابن السمعاني ابن الدويثي ابن النجار أو ابن شافع ثم ابن النجار، ثم يأتي بعد ذلك ابن رافع السلامي المتوفى سنة 774. قال الحافظ ابن حجر: وجمع ذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار في ثلاث مجلدات أو أربع، رأيت بعضه بخطه. والحافظ ابن حجر كما تعرفون كان بمصر وتوفي سنة 852 هجرية. ذكر السخاوي أيضا ذيل بن رافع هذا، وذكر أنه وقف على مجلد بخطه هو المسودة، قال: مسودة الذيل الذي للتقي بن رافع على ابن النجار من خطه، وهي في مجلد، ولكن حصل فيها محو لكثير من تراجمه، وكذا بعض المقول في بعضها مع أنه كتب عليها منصه، فيه نقص كثير عن المبيضة وفيه زيادات قليلة. قال: والمبيضة في ثلاثة مجلدات. وقال في خطبته: أذكر فيه من دخل بغداد من العلماء، إلى آخره. هذه حقيقة الكتب الأساسية في ذلك الوقت. بعد احتلال بغداد حقيقة بدأت هذه تضمحل هذه الكتابات، ولم نعرف من تواريخ لبغداد إلا أشياء قليلة. أنا بعض التواريخ يعني تجاوزت عنها لأنها لم تصل إلينا، وأشار إليها المؤرخون كابن الفوطي وشمس الدين الذهبي. ولاحظنا أن الشيخ طاهر الجزائري وقف على نسخة من كتاب تراجم علماء بغداد لنجم الدين أبي الخير سعد بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة 749، ولم نقف حقيقة عليه. في العصر الحديث كتب الألوسي تاريخا لبغداد، وكتب البندنيجي أيضا تاريخ لبغداد. وهناك فضلا عن كل ذلك طبعا مئات المشيخات ومعاجم الشيوخ التي تترجم للأساتذة الذين درسوا عليهم في هذه المدينة العظيمة. وأنا ذكرت في محاضرتي أول أمس كيف أن أحد الإسكندرانيين وهو صاحب تاريخ الإسكندرية أبو الفتوح وجيه الدين منصور بن سليم الإسكندراني المتوفى سنة 673 كان قد ذهب طالبا للدراسات العليا، لأخذ الدراسات العليا في المدرسة المستنصرية ببغداد، يدرس الفقه المالكي في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت كانت الإسكندرية معظمها تتدين بالفقه المالكي كما هو معروف، نظرا لصلتها بمغرب العالم الإسلامي، وهي البوابة التي يقدم إليها المغاربة ويذهبون منها إلى بلادهم. وبقي في بغداد من سنة 633 إلى سنة 639، ست سنوات، حتى أخذ الشهادة العليا كما يقولون، وألف كتابا ذكر فيه ذيل به على كتاب ابن نقطة البغدادي الحنبلي متوفى سنة 629، وذكر فيه كثيرا من عالمات بغداد وعلماء بغداد في ذلك الوقت.
ممن عاصرهم أو رآهم. وكذلك الكثير من المشيخات ومعاجم الشيوخ ولا طبعا هناك كتب في المقابر، كتب في من دفن في المقابر، في مقابر الحربية، لمن دفن في مقبرة الخيزران مثل كتاب أعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران للشاعر الإسلامي الوليد الأعظمي كما هو معروف، وفيهم المترجمين إلى عصرنا هذا، ومنهم الكثير من أهلنا، لأن مقبرة الخيزران هي مدفن العائلة كما هو معروف، ودارنا لا تبعد عنها أكثر من 10 أمتار بينها، لأنها خلف جامع أبي حنيفة النعمان أعاده الله إن شاء الله محررا من يد العتاة الأمريكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وعفوا بس أريد أن هذا الموضوع فيه نوع لا شك من الجفاف، لا شك في ذلك، لأنه موضوع خاص يعني يبحث في تاريخ التاريخ عند المسلمين، وهو موضوع ربما لا يهم كثيرا المثقفين العموميين، ولكن يهم الصفوة الذين يعتنون بدراسة التواريخ وبدراسة تطور الفكر التاريخي عند العرب والمسلمين. شكرا.